لهذه الأسباب يجب إغلاق باب غرفة النوم ليلمع أثناء النوم، سواء كان ذلك يمنحنا فرصة لسماع أطفالنا بشكل أفضل أو السماح بدخول الهواء النقي. فقد ثبت أن ترك باب غرفة النوم مفتوحاً ليس الخيار الأفضل. هناك عدة أسباب تجعلنا نغلق الباب أثناء النوم، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع برايت سايد. لديك فرصة أفضل للنجاة من حريق إذا تركت باب غرفة نومك مفتوحاً عندما تنام وكان هناك حريق، فقد ينتشر بشكل أسرع في غرفتك، لكن قد يمنحك الباب المغلق مزيداً من الوقت للتصرف وإنقاذ نفسك من النار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخان السام لن ينتشر بسهولة، يمنع الضوضاء ويمنحك نوماً عميقاً. إذا كنت تعيش في بيئة صاخبة وكان نومك خفيفاً، فمن المحتمل أنك تواجه صعوبة في النوم، لذا فإن إغلاق الباب هو خيار جيد، حتى لو لم تكن معتاداً عليه. فضلاً عن ذلك، يساهم أيضاً في تجنب سمات أصوات الأشخاص في الغرف المجاورة، يزيد من فرصة الاستيقاظ بشكل أسرع في حالة تعرض منزلك للسرقة. يمكن أن يمنحك باب غرفة النوم المغلق فرصة للتصرف إذا سمعت أن شخصاً مقتحم منزلك أو على وشك ذلك، سيسمح لك هذا أيضاً بالبقاء أكثر أمانة أثناء انتظار وصول الشرطة وإنقاذك. الاحتفاظ بالطاقة الإيجابية بداخل الغرفة. أحد مبادئ فلسفة فننجي شوي هو تجنب النوم في غرفة ذات باب مفتوح، وذلك لأن الطاقة الإيجابية في الغرفة يمكن أن تخرج، ما قد يجعل هناك فرصة لدخول الطاقة السلبية، لذا سيمنع إغلاق الباب كل هذا ويمنحك شعوراً بالأمان والسكينة والهدوء.